كان اخر حاجه للشيف يسر بيتكلم عنها هي استخدام الرده في تخسيس مناطق معينه. فعلا في يعني في استخدام للرده في تخسيس منطقه الارداف لان هي بتزود حساسيه الجسم للانسولين اللي هو بدوره بينشط بعض الهرمونات زي الاستروجينات فبيقلل من محيطات الارداف. نقولها تاني، هو الرده بتحسن حساسيه الجسم للانسولين. جميل. اللي بتنشط بعض الهرمونات الانثويه زي الاستروجينات اللي هي بتقلل من محيطات الارداف او محيطات الاجناب عند السيدات. جميل. فعشان كده بدا يبقى في ارتباط وثيق بين استخدام الرده ومنطقه الارداف، وعشان كده بدانا نوصفها زي ما ناخد معلقه من الرده بالليل قبل النوم مباشره بتقلل فعليا من محيطات الاجناب، ودي من الوصفات العمليه جدا. وكانت احدى المتصلات بتسال عن استخدام الرده، واحدى المتصلات بتسال عن ازاي تقلل محيطات الارداف، فهي تبدا تستخدم ده. مفيش منه ادي بقى يا دكتور ادي. ولكن قبل ما تجاوب عايز بس معانا تليفون، مش عايزين قعده كتير. يا ام اسلام اهلا بحضرتك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش شيف ياسر تعبانه شويه، ف سلامتك الف سلامه. الله يخليك، ربنا يبارك لك وتسلم ايدك يا شيف ياسر على كل اللي انت بتعمله. يا رب يخليك يا رب. الله يخليك. معلش انا ليا بس سؤال عند الدكتور. اتفضلي يا فندم مع حضرتك الدكتور. الله يخليك. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الله يخليك. معلش حضرتك، انت قلت بالنسبه للضغط العالي ممنوع عنهم الجنزبيل. تمام. طيب دلوقتي انا عندي الضغط عالي على طول، ايه اللي بديل الجنزبيل مع القرفه مثلا اعمله؟ حاضر هقول لك على حاجه بديله ليها. طيب وبالنسبه للرد على الزبادي ممكن ولا؟ طبعا ممكن تستخدمي الرد على الزبادي، مفيش ادنى مشكله. بس طيب، هي الرد على الزبادي دي وصفه للجناب، وصفه للارداف، يعني هي وصفه بتقلل محيطات الارداف. فهقول لحضرتك برضه. طيب شكرا يا دكتور. بنشكرك يا ام اسلام. وهنرجع للدكتور. يا دكتور طب هي الرده على الزبادي او الرده لوحدها احنا هنسال ازاي نستعملها؟ كمان في سؤال جه في دماغي، هل ينفع شوفان؟ هل ينفع جنين قمح؟ اتفضل. هي في بعض الحاجات شيف يسري، هو السؤال ده يعني انا عايز اقول لك برافو عليك، لان هي نفس الفكره، يعني نفس فكره الالياف اللي هي بتحسن من شغل الانسولين الطبيعي. نعم. ولكن اقوى حاجه فيهم الرده، بيجي بعدهم حاجه زي الكورن فليكس، بيجي بعدهم حاجه زي الشوفان، بيجي بعدهم حاجه زي جنين القمح. هي رقم واحد الرده. رقم واحد الرده. طيب.